بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اليوم درسنا سنتحدث عن المسيح الدجال وأهوال الأيام الأخيرة للدنيا، والله أعلم. فصل: فتنة الدجال. هو من أعظم فتنه أنه يأتي بأمور من كفر بها كلها فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن يؤمن بالأمور التي بها كلها فقد كفر بما أنزل على محمد. هذه هي الفتنة، لأنه يدمج الحق بالباطل، فيجب على المؤمن بقلبه أن يمحص وأن يفرق بين الأمور المزيفة والأمور الحقيقية، والله أعلم. فصل: المسيح الدجال، وأنه ليس من بلدة إلا يبلغها رعب المسيح، إلا المدينة. على كل نقب من أنقابها ملكان يذبان عنها رعب المسيح. فصل: تقول بعض التقارير أن الدجال لن يخرج حتى يخرج المسيح الدجال، أي الأول يأتي على أساس إغراق العالم في الظلمات، والدجال الثاني يأتي على أساس أنه المخلص المنقذ، وكلاهما دجال، والله أعلم. فصل: عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من أمتي 70,000 عليهم السيجان، وهي جمع ساج، وهو الطيلسان الأخضر، والله أعلم. قال معمر: أخبرنا يحيى بن أبي كثير يرويه، قال: عامة من يتبع الدجال يهود أصبهان. قال معمر: قال الزهري: فأخبرني عمرو بن أبي سفيان الثقافي، أخبره رجل من الأنصار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال، قال: يأتي سباخ المدينة، وهو محرم عليه أن يدخل نقابها، فتنتفض المدينة بأهلها نفضة أو نفضتين، أي يزلزلها، وهي الزلزلة، فيخرج إليه منها كل منافق ومنافقة، ثم يولي الدجال قبل الشام فيحاصرهم، أي المسلمين، يومئذ. وبقية من المسلمين يومئذ معتصمون بذروة جبل من جبال الشام، فيحاصرهم الدجال نازلا بأصله حتى إذا طال عليهم البلاء، قال رجل من المسلمين: يا معشر المسلمين، حتى متى أنتم هكذا وعدو الله نازل بأصل جبلكم هذا؟ هل أنتم إلى بين إحدى الحسنيين، بين أن يستشهدكم الله أو أن يظهركم، فيتبايعون على الموت بيعة يعلم الله تعالى أنها الصدق من أنفسهم، ثم تأخذهم ظلمة فلا يبصر أمر فيها كفه. ثم ذكر نزول عيسى عليه السلام. والدجال له خرجة يخرج من غضبة لا يملك نفسه عندها، فوالله أعلم، هو يعلم بأن خروجه سيعجل حتفه وهلاكه على يد نبي الله عيسى عليه السلام، لكنه يغضب غضبة شديدة إلى حد الإغلاق عند سقوط قسطنطينية أو رومية أو كلاهما في زمان المهدي محمد بن عبد الله الهاشمي القريشي ووزراؤه المنصور اليماني، الذي يخرج من قحطان ويسوق الناس إلى الحق والبيعة المهدي في مكة بعد الخسوف الكبرى في المشرق الأرض ومغربها، وينصر الله تعالى المنصور اليماني بالرعب مسيرة شهر، فلا تهزم له راية بإذن الله. وكذلك شعيب بن صالح والجهجاه ومهدي سفاح المال، الذي يكون وزير المالية يحث المال حثوا ولا يعده عدا، فتسعد الأرض بتولي هؤلاء الرجال للحكم
وتفتح الأرض كلها على أيديهم حتى جوف الأرض حيث مملكة الدجال وياجوج وماجوج. ذلك قوله تعالى: وإذا فتحت ياجوج وماجوج فهم من كل حدب ينسلون، أي تفتح أرض جوف كما تفتح أرض السطح على يد الصالحين كما فتحت مكة من هذه الأمم، حتى المملكة يأجوج ومأجوج تفتح وتصير في يد المسلمين، ومملكة الدجال أن ينهزم عن ملكه فيخرج هذا الأخير أي الدجال إلى عالمنا متخفيا في هيئة رجل صالح يدعو إلى الدين، ربما الدين الإسلامي وربما دين جديد على الرائلية الله أعلم، فتتبعه طائفة من المسلمين يخرج بين الكوفة وأصبهان، فيصيح الشيطان بجيش المهدي وهم يقتسمون الغنائم أن الدجال قد خلفكم في أهليكم، ويكون ذلك كذبا، فتقيء الأرض أفلاد كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة والله أعلم. ويزدهر الإسلام وأهله، وتدخل الناس في دين الله أفواجا، أمم من الجن وأمم من الإنس من أهل السماوات والأراضين، موحدين مسيرين منهم ومخيرين، ويتقهقر الظلام سنين، يكون الدجال فيه قد تولى حكم في العراق والله أعلم. ثم بعد هذا السلام الذي يدوم حوالي 7 أعوام أو 7 سنين أو 8 أو 9 بعد الملحمة الكبرى والله أعلم، يقرر الدجال أن يحج إلى بيت الله الحرام وهو في مكة على جبل الصفا يدعو إلى الدين، والله يعلم ما في نفسه الخبيثة. تخرج الدابة من الصدع في الصفا، رأسها في السماء وأطرافها لم تخرج من الأرض بعد، فيكون الدجال أول من تكلمه أي تصيبه الدابة، فتفقأ عينه وتقطع أذنه وتشل يمينه وتختم بين عينيه كافارا يقرأها كل مؤمن، فيهرب بسرعة الرياح إلى أصفهان بإيران حيث تنشأ دولة إسرائيلية جديدة بعد سقوط إسرائيل الحالية الموجودة في فلسطين، بيت المقدس على يد المهدي الذي يهديه الله تعالى في ليلة ويملك حوالي 40 سنة، ويعيد الخلافة إلى بيت المقدس، وتكون الشام له ولأولاده من بعده، ومدة مكثه في بيت المقدس هي والله أعلم 14 عام والله أعلم. أعود: فيخرج الدجال من أصبهان بحماره الذي يرتقي به إلى السماء، 7 مع من معه من جنود الإنس والجن، 70,000 من اليهود الذين عليهم الطيالسة والرماديين، ويغزو السماوات والكواكب ويفتنهم، ثم يعود بعد أن ينهزم في السماوات ويرسل الله عليه شواظ من نار ونحاس فلا ينتصرون. وذلك قوله تعالى: يا معشر الإنس والجن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وربما هذا الشواظ من نار ونحاس ومن إطلاق النار والرصاص والقذائف من رشاشات ومدافع المدافعين في تلك الأقطار أي السماوات والكواكب وجوفها والله أعلم، فيعود إلى الأرض أي الدجال، ويوافق نزوله إلى الأرض اليوم الذي تشرق منه الشمس من مغربها، فينزل هو وشياطينهم مدعيا أنه الله تعالى وأن شياطينه هم الملائكة، وهو يتلو قوله تعالى: جاء ربك والملائكة صفا صفا، وينزل معه جن وينزل معه جنة ونار، ومعه جبال من خبز وجبال من فاكهة، ومعه الجساسة دابته التي تجلل وجوه، وهذا كله خداع ودمج بين الحق والباطل، فيبقى على الأرض يسيح فيها مدة 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامنا والله أعلم. وتعود الأرض إلى إتمام الدورة الواحدة على نفسها كالعادة في 24 ساعة بالليل والنهار، بعد أن تتباطأ الأرض في دورانها بسبب سقوط النجم ذو الذنب المذنب الذي ينقسم إلى فلقتين، جزء على المشرق
الأرض، والجزء الثاني على مغاربها بما يعرف بالخسوف الكبرى، والله أعلم. فالأرض تدور في اتجاه عقارب الساعة عكس الأرض الأراضي الخمسة التي تحتنا، والله أعلم. أقول وقيل تبقى الأرض بعد طلوع الشمس من مغربها 120 عام، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق وهم يتسافدون ويتهارجون، والله أعلم. أعود إلى ذكر الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال: تنام عينه ولا ينام قلبه، معه من كل لسان، أي يتكلم كل اللغات الحية ويفهم كل اللهجات. سرعته كالغيث استدبرتها الريح، هو أعور، وربكم ليس بأعور. من قرأ عليه فواتيح سورة الكهف أو أواخرها عصم فتنة المسيح الدجال. وعند شروق الشمس من مغربها تخرج الدابة الخرجة الثانية، وهذا آذان بنهاية إبليس عزازيل لوسيفر في الاندماج الجبتي. فعندما يرى إبليس الدابة يسرع إلى السجود لله تعالى، يذكر بأنه أمر بالسجود أول مرة فلم يفعل، فتدركه الدابة وتقول له: الآن. فتكليمه وتضربه ضربة مميتة. فقبل أن يلفظ ألفاسه إبليس يوصي بنيه من الإنس والجن أن يعبدوا الدجال ويطيعوه، فيفعلون ذلك ويتصورون على هيئة آباء وأحباء الذين يطلبون من الدجال أن يعيد لهم موتاهم من الأقارب والبهائم، ويرفع الستر بين الجن والإنس، فيرى الناس مساكن الجن ومصانعهم ومعاملهم ومرافقهم، وتظهر الجن للناس على صورتهم الحقيقية، وتنزل الأرض إلى البعد الخامس، وتنتقل الأرض إلى البعد الخامس الذي لا تدركه الآن أبصارنا وأسماعنا، لأننا لا نرى ولا نسمع إلا الاهتزازات الأشياء والطاقة هذه المخلوقات الموجودة أمامنا، لكننا لا ندركها بحواسنا التي تدرك اهتزازات معينة. فنحن نرى بأبصارنا من 200 هرتز إلى 700 كيلو هرتز، ما دون ذلك وما أكثر من ذلك فنحن لا نراه. فسرعة اهتزازات هذه الأشياء يجعلها شفافة، فلا نراها كما نرى الأشياء الصلبة والأشياء السائلة والأشياء الغازية، هذا لسرعة اهتزازات الذرات حول نفسها. ونسمع بأذاننا من 20 هرتز إلى 20,000 كيلو هرتز، وما دون ذلك لا نسمعه وما أكثر من ذلك لا نسمعه. وذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أشرقت الشمس من مغربها غلقت باب التوبة، وشهدت على الناس أيديهم وألسنتهم، ويرفع الستر فيرى الناس مساكن الجن ومرافقهم، وتقتل الدابة إبليس وهو ساجد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الحديث، والله أعلم. ويكون لجنود الدجال سرعة وخوارق كسرعة النمور والظواري، فلا يقوم لهم أحد. ويدخل الدجال كل قرية إلا مكة والمدينة أي يثرب، فيفتن أهل الأرض، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر أو أن تجذب فتجذب، ويزلزل المدينة رجفة ورجفتين. وهذه إشارة إلى مشروع الأمريكي للتحكم في الطقس المسمى هارب. تتبع الدجال البهائم والنساء وأولاد السفاح واليهود، والمال يتبعه والذهب كمثل اليعاسيب، يأمر الجبلان فينقلعان من مكانهما فيأمرهما فيتناطحان كما يتناطح الكبشان، يحب استعراض القوة في الملاعب الكبرى وحلبات. وتتبعه الناس يقال لهم: هل تؤمنون بأن هذا الأعور إله؟ يقولون: لا، بل نتبعه من أجل خبزه وطعامه. فإذا نزل سخط الله على الدجال شملهم كذلك، والله أعلم. يقف الدجال على جبل أحد لأن المدينة محرمة عليه، فالملائكة تحرسها من الدجال والطاعون كما يقال، فيهزها ويزلزلها مرة أو مرتين، فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرجوا إليه. ثم يخرج إليه شاب من خير أهل الأرض، قيل هو المنصور اليماني، وقيل هو الخضر،
والله أعلم. فينشره الدجال نصفين ويمشي بينهما، ثم يأمره فيقوم. والدجال يعرف أن هذا الشاب ربما كان من المخلدين الذي في الأرض، والله أعلم، مثل الخضر، فهو يخادع حتى أتباعه، والله أعلم، أو له سر من الأسرار يحيي به الموتى. هو يحييهم بإذن الله، لكنه ينسب الأمر إلى نفسه وإلى دجله وإلى وإلى، والله أعلم. ثم يرميه في ناء، فهو يخدعه، لكنه لا يستطيع أن يسلط على ذلك الشاب مرة أخرى. ثم يرميه في ناره التي هي ماء، وهو لا يعلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنا أعلم منه بأنه هذه النار ماء، وماؤه نار تحرق، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالدجال لا يعلم حقيقة ذلك. ثم يحاصر المسلمين في دمشق، وينزل روح الله عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء، وربما ستبنى منارة بيضاء أمام الصخرة، أي في ليس في دمشق، الله أعلم، الله أعلم، أمام الصخرة، قبة الصخرة، سيبنيها المهدي أو سيبني مسجد وعليه منارة بيضاء، لأنها نقطة دوامية ينزل منها أهل السماء، بوابة نجمية، قبة الصخرة، والله أعلم، لأنه منه عرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ومنها ينزل عيسى، ومنها وإليها يهرب عيسى عندما يخرج يأجوج وأجوج، فيقول الله له: حرز عبادي إلى الصخرة، أي صخرة القدس، لينتقل إلى بعد آخر، وهكذا، والله أعلم. قلنا: وينزل روح الله عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء واضعا كفيه على ملكان، وذلك قوله تعالى: إنه لعلم للساعة، أي أن ترى الناس الملائكة على هيئتها، والمسلمون يصلون الفجر وراء الإمام المهدي محمد ابن عبد الله الهاشمي، فيهم أن يتراجع ليصلي روح الله عيسى عليه السلام بالناس، فيشير إليه أن يبقى مكانك ويقدمه ويصلي عيسى وراءه، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ومنا من يصلي عيسى خلفه، أي من بني هاشم، كان يحدث قومه. ثم إذا قضيت الصلاة حمل حربته وانطلق في إثر الدجال، ولا يحق لكافر أن يشم ريح عيسى عليه السلام إلا مات، وإن ريحه ليشم من مسافة مد البصر عليه السلام، فإذا رآه الدجال بدأ يذوب كالملح في الماء، وذلك قوله تعالى: فإذا جاء الحق زهق الباطل. ثم يدركه روح الله عيسى عند باب لد، قيل هي في فلسطين إيليا، فهي والله أعلم باب لد الآن تم تغيير اسمها إلى مطار بن غوريون، ربما يحاول الدجال الهروب في إحدى الطائرات وهكذا، فيقول: إن لي فيك ضربة لن أفوتها، فيهوي عليه برمحه فيطعنه طعنة قاتلة فيموت منها، ثم يري الناس دمه، ثم تجهز تلك العصابة من المؤمنين على من بقي من أتباع الدجال، فينطق الحجر والشجر ويقول: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتله، إلا الغرقد فهو من شجرهم، أي شجر يهود، يحكم عيسى في الأرض بالإسلام ويضع الجزية ويكسر الصليب، ثم يقاتل المسخ من أمة القردة والخنازير في جوف الأرض وفي سطحها، ويخرج معه سبط من بني إسرائيل الذين هم وراء الصين، والله أعلم، من أغارتا، أي أغارتا تحت التبت، ويدخل سكان سطح الأرض إلى جوفها، منهم من للمرة الأولى، وذلك قوله تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها، لم يسبق لكم المشي عليها. يخرج سكان جوف الأرض، ومنهم من يخرج للمرة الأولى فيرى السماء الدنيا المزينة بالكواكب، والله أعلم، فيخرج مع هذه الأمم جنس خاص، أي من يأجوج ومأجوج، فليس كل يأجوج ومأجوج مفسد على الإطلاق، فيخرج جنس خاص هم المفسدون الذين لا يفقهون، وهم يتناسلون بكثرة وبسرعة كبيرة، قيل هم من الجهنوم والأنطوريين ومن أمة الظباء وهكذا، والعماليق والسيكلوب وغيره،
ومن كل حد منهم، وهم أمم فتمتلئ الأرض بهم، أي بمليارات المليارات، فيغترون بأعدادهم الكبيرة، فيخرجون عن حكم عيسى عليه السلام، أي ويقررون أن يقهروا من في الأرض ويستأثروا بحكم العالم وحدهم. وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل من ياجوج ومأجوج لا يموت حتى ينظر في عين 1000 من ولده كلهم مستعد لحمل السلاح، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يوحي الله إلى عيسى أن حرز بي عبادي إلى الطور، وفي رواية إلى الصخرة، لينتقل إلى طوروس، إلى بعد آخر، إلى كوكبة الثرية، ويبقون هناك بلا طعام ولا شراب لمدة، ثم يبتهلون إلى الله من جديد، أو كما قيل: فيتضرعون إلى الله ليهلك قوم ياجوج ومأجوج. وفي هذا الوقت تكون أمم ياجوج ومأجوج قد قهرت كل من في الأرض، شربت ماء بحيرة طبرية وماء دجلة والنيل وهكذا، فيمر آخرهم بماء ويقول: كان ها هنا ماء، ثم يوجهون هجومهم على الكواكب الأخرى في السماء حتى يصلوا إلى حدود السماء الدنيا، فيرسل الله عليهم العنان، الله أعلم، وهو سحاب كوني يسمى سادوم النسر، فيطلقون بنشابهم وأسلحتهم المطورة التي غنموها من أهل الأرض وهكذا وأهل السماء، فيطلقون على عنان السماء، فترجع شظايا تلك الأمور عليهم مخضبة بالدم، فيقولون قهرنا أهل الأرض وأهل السماء وقتلنا الله تعالى الله عما يؤفكون ويقولون. فيعود من خرج من الأرض منهم وقد سلط الله تعالى عليهم النغف، وقد سلط الله تعالى عليهم النغف، فتفنى أعداد خيالية منهم في زمان يسير، فيبعث عيسى عليه السلام رسولا أو رسولان للاستطلاع، فيجدونهم أنهم قد ملأت جثثهم الأرض، فيتضرعون من جديد ليرفع الله عنهم هذا النتن والكرب، فيرسل الله تعالى طيور أعناقها كأعناق الإبل، ربما هي من الديناصورات أو التنانين العظيمة التي ما زالت تعيش في جوف الأرض، وفي رواية ريح ترميهم من البحر أو كلاهما، وفي رواية ترميهم في المهبل، وهو تشبيه جيد لفتحة القطب الشمالي، وفي رواية ترميهم حيث يشاء الله والله أعلم. ثم ينزل الله تعالى مطرا، القطرة منه كمني الرجال، يغسل الله تعالى به الأرض، تسمى ماء الحياة من كل درن، وتعود كما كانت زمان آدم وزمان نوح، لا أمراض ولا حروب ولا ضرائب ولا جراثيم، سبحان الله. وحتى يأكل الرجل من الرمان، الرجال يأكلون من الرمان ويستظلون بقشرها، وتكفي اللقحة الزمرة من القبيلة، وحتى تلاعب الوليدة الحية، ولا تعتدي السباع على الغنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس كلاما يفهمه، ثم يتزوج عيسى ويولد له، ثم يخرج، ثم يحج البيت، ثم يأتيه الخبر بأن رجلا من الحبشة يعد جيشا لغزو مكة ويهدم الكعبة ويستخرج كنزا، اسمه أسيس، ولقبه في السنة الأفحج ذو السويق أو كما قيل. فيسير إليه عيسى عليه السلام والمؤمنون، وقبل أن يصلوا إلى مكة تخرج ريح من قبل اليمن، وفي رواية من الجوف، هل هو جوف الأرض، إحدى سراديب السبأ، الله أعلم، فتقبض أرواح المؤمنين، هل هي سلاح كيميائي متطور، الله أعلم. وعندما يموت كل المؤمنون في تلك الحملة، عندما يموت يقوم ذلك الحبشي بغزو مكة الأفيلع الأصيلع، ويهدم الكعبة لبنة لبنة، فلا يعاد بناؤها أبدا، ويرفع القرآن، وينطق الرويبضة السفيه يتكلم في أمور العامة، فلا يبقى على وجه الأرض إلا الأشرار، شرار الخلق،
فتتفتق عرى الإيمان عروة عروة، فلا يدري الناس ما الصوم ولا ما وما الصلاة وما الحج، حتى يقول الناس الله الله، لقد سمعنا آباؤنا يقولون هذه الكلمة وما ندري ما معناها.